جرب انت. مناسبة اليوم ديال المنتخب. ايوا ماشي 10 عاوتاني انت ماما ماشي 10 السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات بالضبط. معنا واحد البائع ديال الرايات المغربية اللي سي مروان. بغيناك تقول لنا يعني الجو كي داير. الجو مزيان. تفضل سي مروان، يعني كي داير واش كاين شي اقبال هنا على الرايات؟ كاين الاقبال، كلشي مزيان. ونطلبوا المنتخب ديالنا يتأهلوا ويربحوا اليوم ان شاء الله. فرحونا وفرحوا الشعب المغربي، والله ينصر سيدنا. بغينا مساكن توقفوا هما يديو ان شاء الله يفوزوا بالكاس. عمرنا ما فرحنا وفرحنا هذا العام. باقى الله على الدراري واعرين، الله يزيدهم. المنتخب ديالنا زوين. يعني المباراه اليوم اللي غادي تكون ما بين المباراه ان شاء الله كيف كندا كيف بلجيكا ان شاء الله الصباح اليوم يضربوها ان شاء الله. تقريبا نطلبوا الله ان شاء الله واخا 1-0 المنتخب خاصهم يدوزوا ان شاء الله وصافي. بغيتك تقول لنا الاثمنه يعني ديال بحال هاد الكاسكيت بحال كيدير التمارين. الاثمنه حنا على حساب الرايه المغربيه اللي جا كنتعاونوا معاه. هذا هو اللي كاين. اللي جا كنتعاونوا معاه ماشي فهمتي اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي. لانه الرايه ديال البلاد. الرايه ديال البلاد وعاش الملك والله. سي مروان يعني كتساعد مع الناس. كلشي اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي. الدراري فرحانين والشعب كله فرحان، حنا فرحانين معاهم. ما باغينا ننشطوا ما باغيين حتى حاجه، باغيين غير الجمهور يبقى فرحان وهذا. الحمد لله. الحمد لله. في نفس الوقت تقريبا كاين الاقبال يعني. كاين الاقبال واخا اليوم كاين الشهاده، كاين الاقبال، كاين الاقبال. المغرب. كاين الاقبال، كاين الاقبال. كاين الاقبال. واخا الشتا واخا روينا كاين الاقبال. هذا باش ينقصوا لنا. الله ينصر سيدنا وبغينا ان شاء الله المنتخب ديالنا يدي الكاس ان شاء الله على قسم الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. عمي بغيناك تقول لنا المباراه ديال المنتخب اليوم. يعني التوقع ديالك في هذه المباراه ديال اليوم. هذا المقابله ديال المغرب مع استراليا اليوم يعني انا عندي فيها شويه ديال الشك. فهمتي؟ عندي فيها شويه ديال الشك لان هاد الصباليونيين واعرين. وكنطلب من المدرب ديال الفريق الوطني المغربي يكون يدير احتياطيات ويكون اللعابه القداميين يكونوا واعرين القداميين. راه القدام عندنا شويه عيان، راه القدام عندنا شويه عيان. وحنا كنتمناو يكونوا اللعابه القداميين يكونوا واعرين واعرين. وكنتمنى من بونو يكون كنطلب من بونو يكون بونو شويه. راه بونو شويه كينسى وكيدير شويه الاغلاط شويه. خاصو يكون انا كون سعفوني كون دايرو محمدي هو كان احسن. هادو نقدروا ما ندوزوش. كنطلب منهم كنطلب من اللعابه ومن المدرب يديروا احتياطيات الله يعاونهم الله يسول عليهم. والانتصار الفريق الوطني المغربي. وحنا معاكم حنا معاكم حنا معاكم حنا معاكم مربوحه ان شاء الله مربوحه. سي مروان تبارك الله على سي مروان تبارك الله على سي مروان على الرايه ديما مروك وغتبقى ديما مغرب وعاش سيدنا والله ينصر سيدنا. يعطي الرايات خذ هذيك الرايات ان شاء الله. المغرب ديما مروك ديما مغرب ديما مغرب وغتبقى مغرب ديما مغرب وعاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش محمد السادس. اول منتخب فرحنا المنتخب تبارك الله وتأهل. وكيفاش الاحساس ديالك انت
احنا والله العظيم من الاحساس ديالنا ما نصوروش لك، ما كنعسوش. عرفتي دابا بحال اليوم الماتش كنوضوا مع الصباح مع الربعه الصباح، من الربعه وحنا نايضين، ما كناكلوا ما كنشربوا. دابا الغدا ما غنتغداوش، تايفوش الماتش عندنا ناكلوا. الاحساس ديالنا، وكنا احنا كنا مع اسود اطلس، كنا معاهم، كنا بولادنا بعيالنا، كنا معاهم. تحيه لسفيان مرابط. شكرا لك. تحيه احنا معاهم، احنا معاهم ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، عاش المغرب. شكرا 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 لك. شكرا. كمل لي يا خويا، يعني انتوما يعني كتبيعوا هاد الرايات ديال المروان، واش كاين شي اقبال؟ شويه الحمد لله كاين شويه تقريبا المشاكل. مزيان، راه كاين من 10 درهم حتى 1400 راه شي حاجه، راه مزيانه. والكلمه الكلمه الاخيره اللي غنقول هي ديما مغرب، وان شاء الله غيديوها. شكرا خويا. بغيناك تقول لنا التوقعات ديالك للمباراه ديال اليوم ان شاء الله. غادي انك تاخذ الرايه ديال المغرب وتخرج تفرج. هذا زوين تفرج. ناضي زوين ان شاء الله. غادي نربحوا ان شاء الله بشي 2-1 ان شاء الله. غير ماركينا ان شاء الله نصيري. بارك أمصيري، راه دار بو ماتش مع كندا ان شاء الله. ومرابط، تحيه كبيره للمرابط. شكرا لك اخويا، الله يحفظك. شكرا لك اخويا، الله يكبر بك خويا. بغيناك جيتو يعني جينا اخويا للسطات، بغينا نقصوا لنا من الزيت ومن البن ومن الريب. شكرا لك اخويا، الله يحفظك. شكرا لك، الله يحفظك. كيف ما كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في، من خلال هذا البث المباشر، هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، من القلب ديال المدينه ديال سطات، يعني كاين اقبال على اقتناء هاد الرايات المغربيه والاعلام الوطنيه، استعداد للمباراه اللي غادا تكون حاسمه اليوم ما بين المنتخب المغربي وما بين ناديرو الاسباني، ما بين ناديرو الاسباني. كنحييكم مجددا متتبعي قناه شوف تي في من خلال هاد البث المباشر من قلب المدينة ديال سطات، اللي كيف ما كتشوفوا يعني مرحبا مرحبا خويا. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل، خليه مرحبا. كنشكركم مجددا متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر.